الفترة اللي فاتت في أكثر من حد طلب مني لعبة فري فاير للبي سي، ففي الفيديو راح نشرح كيف تثبت المحاكي وكيف تشغل اللعبة وكيف تضبط الإعدادات في حال كان الكمبيوتر أو البي سي متاعك ضعيف. فبدون أي إطالة، الفيديو هذا فري فاير للبي سي. أهم شيء تشترك في القناة وتفعل زر الجرس ودير لايك للفيديو لو عجبك الفيديو. خلونا نبدأ. أول حاجة تديرها حتلاقيني مسيب لك في صندوق الوصف رابط حتدخل عليه، حتلقى تحميل المحاكي، حتدير تحميل، جاري التحميل، تمام، حتدير سيف، تم التنزيل، تفتح المحاكي عادي، هيبدأ يدير في تثبيت. نكست عادي. هو لو طهنا يقول لك كستمايز انستليشن، فما تقربش، خليها كيف ما هي، دير نكست على طول، اكسبت، وتسيبه يدير داونلود الى ان يكمل بالكامل بشكل كامل التحميل او التنزيل. هيك كمل تحميل في الوقت الحالي، يدير في انستليزنج او تثبيت للمحاكي في الوقت الحالي على الكمبيوتر. حدير فينيش. وانا يحكي على اللوطه، يحكي في سطر، يحكي على الفيتشرز اللي موجوده في البرنامج، يقول لك دبل كليك تقدر تثبت اي برنامج اي بي كي خاص بالاندرويد وتثبت على المحاكاه وتقدر تشتغل على طول، سواء كانت لعبه او اي شيء. من خلال الترس هذا حندخل على السيتنج. في حال كان الرام الجهاز كويس ومواصفات جهازك كويسه، فحتختار التوب عادي، ما فيش مشكله بكل. في حالنا كان رام جهازك فوق ال 6 جيجا يعني، فتختار التوب. اقل من 6 جيجا عندك الهاي وعندك الميديوم وعندك اللو. في حالنا جهازك ضعيف بكل، فتختار اللو، يعني تخليه على اخر حاجه، بحيث ان المحاكي يخصب بشكل يخصب من رام الكمبيوتر عندك بشكل اقل، بحيث ان الجهاز او اللعبه تشتغل اسرع، تشتغل احسن. فحنختار التوب انا وحنخليه اوبن جي ال وندير اوكي. هيك ضبطنا الاعدادات بالنسبه للناس اللي عندها مشكله بالاساس في مواصفات الجهاز. فكيف ما قلت لكم، هو اللو افضل حل لك انك تختار اللو، حتشتغل اللعبه سلسه وسموث معاك، ما فيش فيها مشكله بالكل. في حال مواصفاتك كويسه، فافضل شيء لك اللي هو التوب. اهم شيء بس تختار الريندر مود اوبن جي ال. اوكي تمام. هو يقول لي انا في حال انك تبي تنفذ الاعدادات وتخلي النفذات معك في الوقت الحالي، فالافضل انك تدير ريستارت ناو للمحاكي بشكل كامل. فطبعا حندير له ريستارت، المفروض ان المحاكي حيفصل ويرد يشتغل من جديد. المحاكي هذا تقريبا يحاكي في الاندرويد 7.1 تقريبا نوغا، اندرويد نوغا. بالشكل هذا المحاكي فتح. طبعا حنضغط على المتجر، حيقول لي ساين ان. لازم ما تدير حساب جيميل، واذا كان عندك حساب فتقدر تدخله وتفتح عادي. انا حندير حساب وحنرجع لك. هيك انتهينا من موضوع الحساب. حاليا نحمل اللعبه او نبحث على اللعبه داخل المتجر.
Anastalizing. طبعا حتضطر انك تحملها، حترجع شوي وقت، هي 681 ميجا مكتوب في المتجر، فحنرجع نتحمل وبعدين نرد الكاب. وحاليا تم تثبيت اللعبة، خلينا ندرو فتح للعبة ونشوف وش صار. طبعا هيك اللعبة فتحت، ولكن يفضل انك تسكرها وترد من الهوم اخرى، حتلقاها ايكون على طول تضغط عليها تفتح، يعطيك انا طبعا ستارت جيم. لودينج. تمام، هنا يقول لك ساينينج ان ويز فيسبوك، وعندك جيست تقدر تدخل ضيف، وتقدر تدير مور وتختار ساين ان ويز جوجل. انا حندير ساينينج ان جيست يعني كضيف عادي، فتقدر تدخل حساب الفيسبوك بتاعك وتفتح بيه عادي، وتقدر تدير جيميل، تقدر اي حاجه، ما فيش موضوع. هنا طبعا طالب تحديد مستواك في اللعبه، فطبعا اعطيتها بيجنر. ليتس جو. طبعا انا معطيني جانب هيك، معطيني الايتمز والحاجات، الحروف شنو اختصاراتهم، وكيف تختار كل اختصار، مثلا الام ماب الخريطه، عندك الاف يوز ايتمز، الجي يوز ايتمز اللي هو المسدسات والحاجات اللي تستخدم فيهم، فمعطيك كل حرف على الكيبورد شنو استخدام عندك في المحاكي. انا هيك انتهيت، ان شاء الله اكون قدرت نفيدكم. السلام عليكم.